هناك شبهة تقول انه طالما نهى الاسلام عن عبادة الاحجار فلماذا شرع تقبيل الحجر الاسود، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا مستثنى، الله يسمع ما يشاء، ليس على لنا الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. الله شرع لنا ان نقبل الحجر الاسود ونستلم الركن اليماني، ونهانا عن التبرك بالاشجار والاحجار. هذا شيء مستثنى نفعله طاعة لله وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبعا لماذا نطوف كما سبعا ولا نطوف بقبور ولا بيت فلان ولا بيت فلان؟ لان الله شرع هذا لنا، ونحن عبيد مامورون علينا ان نعمل ما شرعه الله جل وعلا، نتبعه ولا تبتدعه، علينا ان نستقيم ونتبع ما شرعه الله لنا في الاقوال والاعمال. لو امرنا ان نعبد محمد او نعبد الصديق او امر عبدناه، هذا شرع الى الله جل وعلا الذي يامرنا سبحانه وتعالى. الله يقول اتبعوا ما يأذيكم ربكم، ويقول ثم يطاف بالبيت العتيق، ثم يقول يطاف بالبيت العتيق، فأمر أن يطاف بالبيت العتيق. وطاف الرسول صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر وقبل وسار في اليماني، ولهذا لما قبل عمر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت من يقبلك ما قبلته، قبله اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وتأتيا به عليه الصلاة والسلام. وهكذا جميع ما نعمل من صلاة أربع ركعات ولا من صلي خمس، والظهر والعشاء والعصر، والظهر والمغرب ثلاث والفجر اثنتين، لو زدنا على هذا صرنا متابعين. لو صلينا الفجر اربع والمغرب اربع وصلينا الظهر اثنتين والعصر اثنتين صرنا متابعين. علينا ان نتبع فقط ولا نبتدع، علينا ان نستقيم على الشريعه ولا نزيد عليها، كما قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعه من امرك فاتبعها. هذا يا اخواني امر توقيفي عند الله عز وجل، ليس أن نزيد ولا أن نقص.